السلام عليكم، احنا طالبات هندسه طبيه، مريم الخالدي، رزان العيسى، طيفه العمر، واثير الراشد. مشروعنا نهتم ان احنا نحدد وعي السائق ونحافظ على القياده الامنه. فكره المشروع مستمره من سنتين. صراحه المرحله الاولى فيه كانت عباره عن استشعار التعب الذي يشعر فيه سائق السياره، والقيام بتصميم نظام استشعار آلي عن طريق مقاومة الجلد الكهربائية التي ترسل إشارة إلى نظام تحكم أوتوماتيكي. وفي هذه الألعاب تم تصميم هذا النظام التحكم الأوتوماتيكي للتحكم بالسيارة وبالسائق وبطريق مرسوم له عن طريق حساسات استشعارية لسلامة السائق من الأمام ومن الخلف أثناء القيادة على الطريق. هذه استشعار مقاومة الجلد من شأنها أن يكون هناك رابط معين وعلاقة قوية بين شعور السائق بالنعاس. عندما يقوم السائق بالنعاس أو يشعر السائق بالنعاس يعمل هذا الحساس ويرسل إشارة إلى نظام تحكم أوتوماتيكي. نظام التحكم الأوتوماتيكي يرسل رسائل استشعار إلى كاميرات أمامية وخلفية زائد أنظمة استشعار فوق صوتية من شأنها إذا كانت هذه السيارة والسائق في أمان فمن شأنها أن ترسل إشارات تغذية راجعة إلى نظام تحكم أوتوماتيكي يقوم بتقليل سرعة السيارة والمحافظة على المسافة الآمنة من الأمام ومن الخلف على الطريق. جميع الأبحاث في العالم يحملون السائق بين 85 إلى 95% من المسبب للحوادث المرورية، وهذا نتيجة سلوكيات خاطئة أثناء القيادة على شبكة الطرق. وبالرغم من أنه مسبب 90% من الحوادث المرورية إلا أنه الأبحاث والدراسات المتخصصة في الضبط سلوكيات السائق قليلة، فلذلك كرسي أرامكو للسلام الأمريكي تبنى هذا المشروع لأنه يتعلق بقياس سلوكيات السائق أثناء القيادة.